كنا معجبين بفنانين وإعلاميين ورواديد حسينيين. كنا كل إنسان عنده شخص مفضل معجب به، بس من توصل مرحلة الحب، والحب يجي مو من ورا الشاشة، الحب يجي مقابلة شخص للشخص، وهذا الشخص تحكي وياه أو يحكي وياك، ما تحبه على الخيال. بس هاي البنية حبت الإعلام الكبير على عذاب على الخيال وكلش حبته. فقبل ما نكمل القصة أتمنى من عندكم تخلونا لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس. وطبعا آسف كلش لأن قطعت عليكم 9 أيام، بس والله العظيم كان عندي ظروف وخلصتها، وإن شاء الله نرجع نستمر ببرنامج القصص، وإن شاء الله يومية قصة، وإذا شفت التفاعل قوي أنزل يومية قصتين. والله العظيم أحبكم وأتمنى من عندكم تشتركون بقناة صديقي بالوصف، لأن خطية يستاهل الدعم. طبعا تروي لي أحد البنات تقول أنا ابنية عمري 17 سنة وانعجبت بالإعلام الكبير الخلوق علي عذاب، وهذا الإنسان شفته إنسان راقي، وشفته إنسان محبوب، وشفته إنسان مهذب، ودخل قلبي وتابعته من كل حلقة الحلقة، وخليت صوره وموبايلي وصرت الفانز مالته، وجبت صوره وخليتهم بالغرفة تقسم بالقرآن تقول ما نامن إذا ما أشوف حلقة من حلقاته أو إذا ما أشوف صورته. وهذا الإنسان جاي يتراوالي بكل مكان، هو أي شخص يمشي أشوفه على عذاب، اندمجت بهذا الشخص. وهذا الشخص يعني يقول أنا أدري بيه متزوج، وأدري بيه ما راح يدربيه، وأدري بيه ما يحبني، وأدري بيه باله مو يمي ومو أني. فوق 6 مليون ابنية معجبة بهذا الشخص، بس تقول والله العظيم وصلت مرحلة أن يعني أي إنسان يحكي علي أتعارك إياه بالتعليقات، صديقاتي وياي بالدوام دائما تقول أتعارك على موت هذا الشخص، تقول من الله حبيت هذا الشخص، وتقول إحنا العراقيين قلوبنا طيبة وبسرعة نحب، وتقول انعجبت بهذا الشخص إلى مرحلة الجنون، وتقول حد هسه ما أبد له بالدنيا. فحبت نصيحة من عندكم وأني أريد أنصحها بطريقي. طبعا الإنسان عليه عذاب إنسان مثقف وفاهم وواعي وندري بيه متزوج، والإنسان على عذاب جاي يكشف حقائق للعالم مدفونة، هاي وحدة. وثاني شيء ليش حق تنعجبين بعلي عذاب بس كأستاذ، كشخص نتعلم من عنده، لأن هذا كهسه إعلامي وناجح، أنا هسه لي فخر أتعلم من عنده حياة وأتعلم من عنده جاي يطلع للعالم شيء صح، هاي وحدة. وثاني شيء أكو عالم مفتهمة الحب غلط، شلون يعني هسه الإنسان متزوج وتدرين بي عند أطفال حبي كمدرس أو كمعلم أو كأستاذ إليك، شلون لأن إحنا كنا صغار وكل شيء ما نعرف في المدرسة، من دخلنا حبينا المدرس مالتنا وحبينا المعلمة مالتنا، لأن علمتنا بداية اللغة العربية، واللي علمنا رياضيات، واللي علمنا إنجليزي، وعلمونا المواد كلها وخلوها بعقلنا وحبيناهم على مود الحب المواد. فإحنا مو عيب من نتعلم من شخص وهذا الشخص نحبه على مود الشيء جاي قدمه للعالم، أنا أحبه كأخ إلي، أنا أحبه كشي يعلمني معنى الحياة، أنا أحبه أفتخر بيه ابن بلدي رافع راسي بين الدول وجاي يسوي حقائق للعالم مسويتها وضام راسها. فإحنا خلينا نحب الشخص المشهور ونخليه قدوة إنه بس كأخ وكأستاذ ونتعلم من عنده، ما نحبه كحبيب وندور يا زواج وحن ندرب هذا الشخص متزوج وعنده أطفال وهذا الشيء راح يسبب له مشاكل. فإحنا خلينا نحبه كأخ إنه. فوالله العظيم كل بنية معذورة وكل ولد معذور، من تحبوا لكم شخص مشهور حبوه كأخ لكم وكأستاذ لكم وتعلموا من عنده، لأن أكو إنسان ناجح، إذا الإنسان ناجح تلقى محبته من الله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يخاف من الله ويحب الله العالم راح تحبه. فالإنسان على عذاب إنسان محترم، وأنا ما أمدح نفسي من أقول أنا أو اليوتيوبر الوحيد اللي واقف ظهر على عذاب، لا والله مو مجرد مشاهدات، لا الله شاهد عليه، بس هذا الإنسان أنا أحبه وأنا أفتخر من أقول أتعلم من عنده، لأن الإنسان ناجح بعمله، والإنسان الناجح تلقى محبينه هواية، ما علينا بالأعداء علينا بالمحبين. فرسالتي لكل بنية من تحبي لك إنسان مشهور حبي كأخ كأستاذ إليش، لأن والله جاي يسبب لك مشاكل، هو شي يسبب لك مشاكل بالبيت وانت بغنى عنها، والبنية اللي بعمرك تكمل دراستها وتوصل مستقبل واحتمال تصير إعلامية وتلتقي بهذا الشخص يوما من الأيام. اللهم احفظ العراق واحفظ كل شاب وكل بنية عراقية من وباء الكورونا، ورب احفظنا إن شاء الله، وإن شاء الله العراق العراق إن شاء الله يرتاح وتفرج عليه كل غمة، ورب يحفظكم إن شاء الله. أتمنى من حضرتكم الكرام قبل أن أكمل الفيديو أتمنى تخلونا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلون الجرس وتجون على الانستغرام مالتي، وأحبكم هواية وثمان.